دونك مرحبا بكم في الفيديو هذايا. رجعنا بالكيو سي ام الخاص بالطاس ديال المناعة. كما ديجا وعدتكم نصيفكم المناعة تكون يعني بعض الأسئلة اللي ديجا تحطوا في كونكورات قدام ولا جاتوا في كونكورات قدام، غتلقاو يعني بعض الأسئلة ديجا تحطوا بعض الأسئلة اللي ممكن يتحطوا. دونك هادشي اللي كنحاولوا نخدموا سواء في الدروس اللي فاتوا أو في الدروس اللي جايين. دونك ما بقناش بزاف خدنا المناعه، التواصل العصبي ما عرفتوش يعني واش نصايبوه ولا لا. المهم نتوما نقولوا في التعليق. دونك تنكملوا بدا المناعه عاد نشوفوا الدروس اللي ما جا. اول حاجه يعني حاولوا توصلوا الفيديو ل 30 لايك للتشجيع وباش يبان في المقترحات. بحال ديما نبداو اول سؤال، حدد الاجابه الصحيحه اجابه واحده فقط. تتكون الخلايا المناعية في عضو من بين الأعضاء التالية: عندنا النخاع العظمي الأحمر، الطحال، العقد اللمفاوية، لوزتان للكبد. دونك بالنسبة للخلايا المناعية دونك شنا في الفيديو ديال تلخيص المناعة، نعاودو نرجعو ليلو باش تفهمو مزيان. دونك هاد التلخيص هدايا. دونك هما هادو، عندنا الأعضاء اللمفاوية المركزية وعندنا الأعضاء اللمفاوية المحيطية التي باش يبان لكم شي مزيان. نحاولو نقصو من المهم هي هادي. دونك عندنا الأعضاء اللمفاوية المحيطية كما قلنا، المحيطية اللي هي هادي. عندنا الأعضاء اللمفاوية المركزية. دونك شنو كنعنيو بالخلايا المناعية؟ بحال مثلا عندنا اللمفاويات T واللمفاويات B. يعني عندنا اللمفاويات تي واللمفاويات بي فين كتكونوا في النخاع العظمي. من بعد شنو فين كيمشيو؟ يعني كتوقع اللمفاويات بي كينضجوا في النخاع العظمي الاحمر اللي كاينين، يعني في النخاع العظمي الاحمر اللي هو من الاعضاء اللمفاويه المركزيه. اما بالنسبه للمفاويات تي فكيمشيو للغده السعتيه وكيتم النضج ديالها، والنضج ديالها هي اكتساب الكفايه المناعيه. ما بالنسبه للتخزين ديالهم فكيمشي للعقد اللمفاويه او الطحال، يعني كيمشيو للعقد اللمفاويه والطحال كيتم التخزين ديالهم فاش كنحتاجوهم كنجيبهم من تما. دونك كما قلنا هاد العقد اللمفاوي والطحال بحال نقولوا شي خزان كنخزنوا فيهم هاد اللمفاويات هذومايا اللي نضجناهم اللي تصايبوا ونضجوا فاين. يعني بالنسبه للمفاويه بي كيتم النضج ديالهم في النخاع العظمي، اما بالنسبه للمفاويات تي فكيتم النضج ديالهم في الغده السعتيه. اما بالنسبه للنضج شنو هو اكتساب الكفايه المناعيه كما تشوفوا دابا هنايا، يعني اكتساب الكفايه المناعيه بالنسبه للمفاويات تي شنو هو يعني كيرجع عندهم مستقبل تي اللي هو هذا عند اللمفاويات تي فين كيتم في الغده السعتيه. اما بالنسبه لاكتساب الكفايه المناعيه للمفاويات بي فكيتم في النخاع العظمي الاحمر، وكيتم يعني كنعطيوه واحد المضاد للاجسام الغشائيه اللي هو هذا، يعني كيكون على هذا الشكل هذايا وهذا هو الاكتساب الكفايه المناعيه، ولا كنقولوا النضج. يعني النضج بحال اللي كينضج كيكبر كتولي عنده واحد الكفايه المناعيه، يعني كيكون بلا كفايه مناعيه فوقاش، يعني فاش كتكون يعني كنخرجوا اللمفاويات تي واللمفاويات بي من النخاع العظمي الاحمر. من بعد كنعطيهم الكفايه المناعيه. الكفايه المناعيه بالنسبه للمفاويات بي فكتبقى في النخاع العظمي الاحمر وكيكتسبها، اما بالنسبه للمفاويات تي فكيمشي للغده السعتيه وكيكتسب ديك الكفايه المناعيه. دونك هادشي يعني هادشي بخلاصه. ونرجعوا دابا للسؤال ديالنا. هنا في السؤال ديالنا شنو عطاونا تتكون الخلايا المناعيه، يعني كتكون فين كتكون ماشي فين كتنضج، فين كتكون الخلايا المناعيه في عضو من بين الاعضاء التاليه: النخاع العظمي الاحمر صحيح. دونك شنو هذا دابا النخاع العظمي الاحمر؟ الطحال لا، الطحال كما قلنا هو والعقد اللمفاوي كيتم التخزين. الا قالنا تخزن الخلايا المناعيه الناضجه نقولوا انه كتخزن في الطحال والعقد اللمفاويه، اما هما قالوا لنا تتكون دونك هي النخاع العظمي الاحمر. لوزتان غلط، الكبد هو غلط. السؤال الثاني، تخضع الخلايا اللمفاويه تي للنضج والانتقاء على المستوى. دونك شنو عاد دابا الخلايا اللمفاويه بي كيتم النضج ديالها والانتقاء على مستوى
العقد او نخاع عظم الاحمال، يعني كتبقى في نخاع عظم الاحمال. بالنسبه للخلايا الليمفاويه تي فكيتم النضج ديالها والانتقاء في فين، في الغده الساتيه وليس الغده النخاميه، باش ما تغلطكمش مع الغده النخاميه. الغده النخاميه فين شناها؟ شناها في الضغط ديال التولد ديال الاف اس اش والاي اش. دونك هنايا عندنا الغده الساتيه، هو تما فين كيتم النضج ديالها واكتساب الكفايه المناعاتيه بالنسبه للخلايا الليمفاويه او للخلايا المناعاتيه الليمفاويه تي. دوز السؤال الثالث، حدد الإجابة الصحيحة إجابة واحدة فقط. المركب سي ام اش، سي ام اش يعرض مولدات المضاد على سطح البنية على سطح الخلية. المركب سي ام اش، دونك شنو هي بعد المركب سي ام اش؟ خصنا نرجعوا للملخص الأولاني باش نعرفوا. ها هما مواد جزيئات سي ام اش، هما عبارة عن جزيئات جليكو بروتينية. دونك ديجا شنو هي جليكو زائد بروتين كيعطينا جزيئات جليكو بروتينية اللي هما جزيئات سي ام اش. بروتينية توجد على سطح جميع الخلايا المنوّتة، يعني كتكون سطح على سطح جميع الخلايا المنوّتة. أي خلايا أي خلية عندها نواة فكيكون في السطح ديالها كيكون هاد جزيئات السي ام اش. وعندنا جوج ديال الأصناف ديال السي ام اش. عندنا الصنف الأول اللي كيتسمى السي ام اش واحد، فكيتوجد على جميع على سطح جميع الخلايا المنوّتة، يعني أي خلية عندها نواة كيكون فوق في السطح ديالها كيكون هاد السي ام اش. اما بالنسبه في الصنف الثاني فكيكون عند بعض الخلايا المناعيه فقط. تلعب جزيئات السي ام اش دورا مهما في التمييز بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي عن طريق عرضها للمحددات المستضدية الموجوده بداخل الخلايا. يعني كيتم يعني هاد السي ام اش بحال نقولوا بحال مقدم، يعني كيكون جالس في السطح وكيشوف شنو هو الذاتي وشنو هو غير الذاتي بعض المحددات المستضدية للبروتينات التي يتم انتاجها داخل الخلايا، كيف ما كان مصدرها ذاتي ام غير ذاتي او ذاتي مغير، يعني يقدر يكون حتى ذاتي مغير. بينما يقوم السي ام اش دو بعرض المحددات المستضدية غير يعني غير لغير الذاتي، يعني المولد المضاد فقط. الغير الذاتي هو المولد المضاد، هو العنصر الاجنبي ايضا. تتميز جزيئات السي ام اش بالخاصية التالية، لها مورثات متعددة، غياب ظاهرة العبور، متعددة الحالات ومتساوية السيادة. المحددات المستضدية، اللي ما فهمش المحددات المستضدية، هما عبارة عن أجزاء من البروتينات مولد مضاد أو البروتينات التي يتم إنتاجها داخل الخلية التي يتم عرضها على سطح الخلايا بواسطة جزيئات السي ام اش. بالنسبة للسؤال ديالنا عطاونا السي ام اش، يعني مركب السي ام اش اللي كيعرضنا، دونك كيعرض المولدات المضادة على سطح الخلية. دونك هذا جواب صحيح. دونك جواب صحيح يعني كيميز بين ما هو الذاتي وما هو غير الذاتي، وكيعرض لنا مولدات المضاد على سطح الخلية. المركب سي ام اش هو مولد مضاد غلط، يعني السي ام اش كيميز يعني كيعرض المولد المضاد وليس هو مولد مضاد. التصاق البيبتيد بالسي ام اش لتكوين مركب بيبتيد سي ام اش يفضي للحراس المناعية غلط. البروتينات سي ام اش تنسخ من ورثة موجودة في الصبغي 21، هذا غلط، وتهدم ولا تهدم انزيمات البروتياز مركب السي ام اش قبل انتقاله الى سطح الخلية، دونك هذا غلط. الإجابة الوحيدة اللي صحيحة هي مركب سي ام اش يعرض مولد مضاد على سطح الخلية. دوز السؤال الرابع، هنا عطاونا حدد الإجابة الصحيحة إجابة واحدة فقط تضم الأجسام المضادة. دونك بالنسبة للأجسام المضادة كنا شفناها في واحد الفيديو، يعني الفيديو واقيلا صايبناه ديال التصحيح ديال واحد الكونكور. قلنا أنه الجسم المضاد أو الأجسام المضادة كيفاش كتكون؟ يعني كتكون عندها جوج ديال السلسلات، عندها جوج ديال السلسلات كيكونوا سلسلتين ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان، كيكون على هذا الشكل هذا. وغتبان لكم التصويره، يعني نحاول نحط لكم التصويره باش تبان لكم كيفاش عامله. يعني كتكون عندنا سلسلتين بحال هكا على هذا الشكل هذايا، يعني بحال على شكل إكغيك، يعني كتكون على شكل إكغيك. وكنقولوا انه يعني كيتواجد هذا، يعني هذا الجسم المضاد هو واحد البروتين على شكل حرف إكغيك، وكيتواجد في الدم والسوائل الجسيمة الأخرى في الفقاريات، وكيتم الاستخدام ديالها من قبل الجهاز المناعة للتعرف على الأجسام الجسم أو لا نقول العنصر الأجنبي بحال مثلا البكتيريا والفيروسات. دونك كيكون على هذا الشكل هذايا إكغيك، كيكون على هذا الشكل هذا إكغيك. نقدر
اولا نقول بحال هكا، نحاول نرسمه هنايا يعني بحال هكا، يعني كيكونوا سلسلتان خفيفتان كما قلنا وسلسلتان ثقيلتان. نحاول نحط لكم يعني الشكل ديالو باش تفهموا مزيان هاد الشيء هذا. دونك كيكون على هاد الشكل هذا، كيكونوا سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان، يعني كتكون واحد المستضاد كيكون هنايا لاصق معاهم. دونك نرجعوا دابا للسؤال ديالنا، شنو عطاونا حدد الإجابة الصحيحة. تضم أجسام مضادة سلسلة ثقيلة وسلسلة خفيفة، أربع سلاسل ثقيلة، سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان. هذا ديجا كتحط في واحد الكونكور هذايا باش تكونوا فاهمين هادشي هذايا. دونك السي هي الصحيحة، أربع سلاسل ثقيلة وأربع خفيفة غلط، أربع سلاسل خفيفة هي غلط. دونك الجواب الصحيح هنا هو السي. ندوزو السؤال الخامس. دونك هنا في السؤال الخامس عطاونا حد الإجابة الصحيحة إجابة واحدة فقط. هنايا في هذا السؤال هذايا شنو عطاونا؟ مهم، عطاونا هنايا ما هي الخلية التي لا تنتمي إلى خلايا الدفاع المناعاتية. يعني شنو هي الخلية اللي ماشي داخلة في خلايا الدفاع المناعاتية؟ عندنا البلعامية، البلعامية كما كنعرفوها أنها يعني هي اللي كتدخل في الأول، دونك هذه تنتمي الى خلايا الدفاع المناعاتيه. عندنا اللمفاويه تي، اللمفاويه تي و بي، هادو كينتميو لخلايا الدفاع المناعاتيه، هادو يعني ما كاينش النقاش فيهم لانه كينتميو للمناعه النوعيه. اللمفاويه الذاكره حتى هي كتنتمي لخلايا الدفاع المناعاتيه، الكريات الحمراء. دونك هذا هو الجواب اللي صح، دونك هذه هي اللي ما كتنتميش لخلايا الدفاع المناعاتيه. دوزو السؤال السادس، حدد الإجابة الصحيحة. السكري الصفوي مرتبط بالأنسولين، يظهر منذ الطفولة وينتج عنه. دونك السكري الصفوي إلا ديجا تفرجتوا في الفيديوهات ديال تحلو قدام، غتعرفوا شنو هو السكري الصفوي. ديجا هضرنا عليه، يعني السكر اللي كيجي الناس اللي كيجيهم السكر هما صغار، هذا كيتسمى السكري الصفوي المرتبط بالأنسولين. يعني فاش كيكون عندك الأنسولين، دونك كما كنقول الأنسولين يعني شنو كيصايب، يعني كيخفض من النسبة ديال تحلو الدم. يعني إلا كان عندك ما كانش عندك الأنسولين فكيكون عندك السكري الصفوي، لأنه الأنسولين اللي عندك، الأنسولين اللي كيصايبنا هذا تحلو الدم، اللي كيصايبنا هذا الدم، يعني التركيز ديال الدم كيبقى عادي ما عندكش، دونك غيكون عندك السكري الصفوي. خلل، المهم قال كيظهر منذ الطفولة وينتج عن خلل في نسب الخلايا من نوع ألفا. كنعرفوا أنه كيكون يعني كيكون من نوع بيتا وليس ألفا، دونك ألفا يعني عندها علاقة بالجليكاجون. يعني حاولوا ترجعوا من السؤال يعني للدرس ديال تحلو الدم، أو لا الأسئلة الخاصة بالدرس ديال تحلو الدم فهي مهمة ومهمة بزاف، لأنه كتشوفوا المناعة عندها علاقة هي ببعض الأمراض، الأمراض اللي كيكون عندها علاقة تنين بايش بتحلو الدم، الدرس ديال تحلو الدم. دونك قالوا ان هنا خلل في نسب الخلايا من نوع الفا وبيتا في البنكرياس غلط. دونك كيكون عندنا واحد الخلل نقولوا في النوع ديال البيتا، الخلايا من نوع بيتا. قال لك ان نقص وراثي ملحوظ في تكاثر خلايا البنكرياس من نوع بيتا، يعني ما كيكونش النقص، وانما كيكون نقولوا انديتا، نقولوا انديتا بواحد يعني نقولوا انه يعني هذا السكري الصفوي علاش كيكون؟ لانه كيكون واحد انديتا ديال خلايا البنكرياس من نوع بيتا. تدمير فيروسي لجزيرات اللانجيرهانس، دونك هذه غلط. نقص في البلعميه الكبيره واللمفاويه المساعده تي، هذه دونك غلط، يعني كيكون عندنا النقص، نقول نقولوا انديتا ماشي النقص، يعني النقص الا كان نقص يعني نقدروا نصايبوه مع الوقت، ولكن الا كان انديتا ما يمكنش تصايبوه لانه سكري، لانه مرض. انديتا الخلايا البنكرياس من نوع بيضاء بواسطة النظام المناعي للجسم، دونك هذا هو الجواب الصحيح، هو خلايا البنكرياس من نوع بيضاء هما اللي كيصايبونا، هما اللي كيفرزوا لنا الانسولين باش يعطينا ديك باش يصايبنا هاد الدم، هاد التحلون، يعني هاد نسبة السكر في الدم باش يقاد. الا ما كانش عندك ممكن ما يكونش عندك الدم ولا نسبة السكر في الدم مقاد.
دوزون. السؤال السابع مضاد الأجسام. مضاد الأجسام عاد هضرنا عليه، قال لك هنا جزيئات متواجدة بجسم الإنسان بشكل طبيعي دائم، يتكون داخل الجسم مباشرة قبل دخول جرثومة مع ضعفها، يتكون داخل الجسم مباشرة بعد دخول جرثومة مع ضعفها، عضو بجسم الإنسان مختص في مقاومة الأمراض، عضي خلوي مختص في مقاومة الأمراض. عاد هضرنا عليه يعني كيتكون داخل الجسم مباشرة بعد دخول جرثومة أو نقول الفيروس أو البكتيريا أو هذه. دونك الجواب الصحيح هنا هو السي. دوزون السؤال الثامن، دونك دوزون السؤال الثامن، حدد الإجابة الخاطئة. إجابة واحدة فقط. الكرات الليمفاوية ب هي وحدها التي تنتج مضادات الأجسام. هذه عبارة صحيحة. دونك الكرات الليمفاوية ب هي اللي كتنتج لنا مضادات الأجسام، هذه عبارة صحيحة. نضج الكريات الليمفاوية ب و تي يتم في النخاع العظمي، هذه غلط، لأنه يعني كما قلنا النضج ديال ب كيتم في النخاع العظمي، اما بالنسبه للتي فكيتم في الغده الستاريه. دونك هذه اجابه خاطئه، واللي هو الجواب الصحيح لنفس السؤال يعني بي. تسمى الكريات الليمفاويه تي كاتا الكريات المساعده، لانها تتدخل في تنشيط الكريات الليمفاويه اخرى، هذه عباره صحيحه. الكريات الليمفاويه تي ويد تتوزع الى كريات ليمفاويه قاتله او هاكله او هالكه عفوا، يعني صحيح تويت ملي كتوزع كتعطينا كريات لمفاويه، كنقول كنسميوها كريات لمفاويه قاتله وكريات لمفاويه مانعه. الكريات اللمفاويه تي مسؤوله عن رفض الطعم الغير المطابق، حتى هذا الجواب صح او الاقتراح صح. بالنسبه لهذا الجواب يعني جواب الغلط اللي هو الجواب الصحيح في السؤال هو بي. ندوز للسؤال التاسع اللي كيقول اللمفاويات. اللمفاويات هي انواع من خلايا جهاز المناعه، يعني هو اللمفاويات هو انواع من خلايا المناعه من جهاز المناعه. صحيح يعني صحيح. دونك يعني اللمفاويات تي ولا بي كتسمى نوع، ولا نقولوا اللمفاويات تي هو نوع من خلايا الجهاز المناعه، بي هو نوع من خلايا الجهاز المناعه. دونك بحال هكا تي بي يعني بحال هكا، هي الخلايا المكونه لجهاز المناعه. غلط. دونك يعني كيكون نوع من خلايا الجهاز المناعه وليس المكون للجهاز المناعه، تتكون بعد كل خمج. غلط. فهي نوع من جزيئات جهاز المناعه. غلط. هي جزيئات المكونه لجهاز المناعه. غلط. يعني كيكون خلايا وليس جزيئات. ندوز السؤال العاشر، العاشر ولا يكون، لا يكون هو الاخير ولا يكون قبل الاخير. الاستجابة الالتهابية هي استجابة بواسطة اللمفاوية تي، استجابة بواسطة اللمفاوية بي و اللمفاوية تي، استجابة بواسطة المحببات والبلعمية الكثيرة. دونك الاستجابة الالتهابية اللي كتكون في الأول فكتكون بواسطة المحببات أو المحببات والبلعمية الكبيرة. المحببات يعني بحال نقولوا هي نيت بحال البلعميات والبلعميات الكبيرة. استجابة بواسطة مضادات الأجسام، استجابة بواسطة الكويرات الحمراء والصفائح الدموية. دونك هنا الجواب الصحيح هو سي، كيكون عندنا استجابة بواسطة المحببات والبلعميات الكبيرة. استجابة الالتهابية كتكون في الأول، يعني مثلا شي واحد جراح ولا شي حاجة، يعني كيوقع واحد الالتهاب تما، يعني كتوقع واحد الاستجابة الالتهابية. دوزون السؤال الأخير اللي هو السؤال 11، حدد الجواب الخطأ. دونك نحدد الجواب الخطأ. حدد الجواب الخطأ. بعض الخلايا الدم تتميز وتتكاثر حتى مرحلة النضج في النخاع العظم. يعني عطاونا بعض الخلايا، نحدد الجواب الغلط. دونك بعض الخلايا الدم تتميز ولا نقولوا وكتتكاثر حتى مرحلة النضج في النخاع الأحمر. عطاونا محببات عدلية. دونك هذا اقتراح صحيح. دونك هي يعني كيتم النضج ديالها في النخاع العظمي الاحمر. اللمفاويه بي شناها حتى هي يعني كتنضج في النخاع العظمي الاحمر. اللمفاويه تي غلط. دونك هذه كتنضج فين؟ في الغده الستاريه. دونك الخلايا اللمفاويه تي غلط، واللي هو الجواب الصحيح هنايا كرية الدم الحمراء صحيح. الصفائح الدموية هي صحيح. دونك الجواب اللي غلط الواحد هنايا هو
سي اللي هو الخلايا اللمفاوية، تي واللي هو الجواب الصحيح ديالنا في السؤال. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذايا، نحاولوا الفيديو المجين نكملوا ان شاء الله، وحاولوا الفيديو هذايا يعني تبارطاجيوه، اولا على الاقل كتبوا لي لايك باش يبان في المقترحات للناس اخرين. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتلاقاو في الفيديو المجين ان شاء الله.